الله الرحمن الرحيم. نحن مجموعة بنت الهدى النسائية من جيش الإمام المهدي عجل الله فرجه. نعلن إننا سنقوم بتنفيذ عملياتنا الاستشهادية ضد قوى الكفر أمريكا، وسنجعلها فيتنام الثانية في حال تعرض قائدنا السيد مقتدى الصدر إلى أي ضرر. بعد الاتكال على الله الواحد الأحد، ستقوم مجموعة قبضة الهدى من جيش الإمام المهدي عجل الله فرجه بتنفيذ عملياتها القتالية والاستشهادية ضد قوى الكفر والطغيان أمريكا ومن تبعها، وكذلك سنقوم بقطع رأس أي عميل تطاله أيدينا. وقد قامت مجموعتنا بضرب مدرعات العدو هذا اليوم وهذه أجزاء من دروعهم. هذا ابن الصدرين شلون القول الرابح.